وخلينا نروح لخبر الخبر الحقيقة من إسرائيل، وخلينا نقرأ كده الخبر معانا. بيتكلم الخبر الحقيقة عن فشل أمني خطير في إحدى القواعد الأكثر حساسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبيقول إيه؟ نجاح 3 أفراد تسللوا إلى القاعدة وحصلوا على وثائق سرية. الوثائق دي زي ما قالت الحقيقة صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، دي اسم الصحيفة، يوم الخميس، إنه انتحل فريق تدقيق من هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال صفة ضباط برتبة مقدم، وده حوالي من شهر من الآن، ونجح الفريق بسهولة إن هما يتسللوا إلى القاعدة، قاعدة الوحدة 8200 في معسكر جيلوليت برمات هاشارون. أسماء طبعا كلها خاصة بإسرائيل، ولكن طبعا هذا الفشل الأمني الكبير، يعني عايزين نعرف ما هو أسبابه، هل الأرض بتتحرك من تحت إسرائيل، اللي بيحصل. خلينا نروح لمداخلة مع يعني أحمد محارم، محلل السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يعني عايزين نعرف هذا الخبر اللي عنوانه الفشل الامني الخطير لاحدى القواعد الاكثر حساسيه في جيش الاحتلال، ازاي حصل هذا الفشل الامني؟ الموضوع ليس بجدير، لانه من 7 أكتوبر اللي حصل هو غير الصوره الذهنيه المتخذه عن ان اسرائيل امنها وقوات جيشها الدفاعي لا يقهر. طبعا حصل اختراق كبير من امن ووهم وضعف كبير في سيطرتهم على المسائل، لكن هذا التقرير يطلع في هذا الوقت هو ده علامه الاستفهام. هل هو تخبط في السياسه الداخليه في اسرائيل؟ هل هو تسريب معلومات طرف يريد ان يظهر بالطرف الاخر؟ هل هو الاستهلاك الداخلي؟ لكن ايضا السؤال الاهم، هل يؤثر ذلك على خط سير الحرب؟ الجميع في الداخل متفقين على تدمير حماس وأن الحرب لم تنتهي، وأن كل هذه المبادرات وكل هذه اللقاءات وكل هذه الاجتماعات والزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي، والتصريحات اللي بتطلع من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، والتصريحات اللي بتطلع من الأمم المتحدة. احنا لسه فرحانين من كام يوم بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأول مرة 6 أيام قعدت مداولات ومناقشات وتغيير في الصياغة عشان يطلع صيغه قرار امريكا هي اللي تقدمت بيه بالنسبه عن اسرائيل، و14 دوله وافقوا، وروسيا عندها اعتراض لاسباب ممكن ان روسيا عمرها ما وافقت على قرار توافق عليه امريكا، وامريكا طول عمرها وقفلها بالبيت. صحيح صحيح، مساله البيت وحق البيت. لكن السؤال هو الصحف داخل اسرائيل، صحيفه الدهار دي يساريه تنشر ضد الحكومه وتفضح الحكومه، لكن بتعود احرنوت والأوزارين بوست دي، يعني الكلام اللي طالع من الارض يشكك في مصداقيه المصدر، طلع في هذا التوقيت للاستهلاك المحلي لاشاعه نوع من الفوضى. طيب يعني السؤال هنا استاذ احمد، يمكن برضه واحنا بنشاهد على الصوره يعني من نتنياهو ومجلس الحرب، هل الاستقالات اللي كانت يعني موجوده من مجلس الحرب نفسه، هل هي ممكن تكون سبب لهذه الاخبار؟ يعني يكون في ايضا يعني في ضرب يعني بينهم وبين بعض اكتر؟ بالتاكيد بالتاكيد، من الكلام اللي حاصل مجلس الحرب، هل هتستمر القصه بالشكل ده؟ هل بنيامين نتنياهو امله انه يطيل امد الحرب حتى ما عندوش مانع انها تستمر في الجبهه الشماليه مع لبنان، وما عندوش مانع في اي ضحايا من الجانبين سواء في فلسطين او في لبنان، وما عندوش مانع انه يضحي بالاسرى الموجودين 22 اسير، كل الجيم اللي عمله بيطلع 4 بس، وكانت مسرحيه هزيله. الهدف كله انه يستمر حتى نوفمبر وينتظر احتمال من وجهه نظره ان يعود حبيبه وصديقه ترامب الى البيت الابيض وهو اللي اعطاه. بس يعني احنا مش هنفضل قاعدين مستنيين الانتخابات الامريكيه لما تنتهي واحنا في حاله الحرب دي، يعني ده اذا عاد ترامب، يعني هو ما عندوش مانع، بس احنا خلاص يعني ما يحدث في قطاع غزه بقى يعني حاجه غير طبيعيه. للاسف الشديد لا يوجد من يرضعه، لا أمم متحدة ولا العالم، ولا حتى يعني في الفترة الأخيرة دي أمريكا ضاقت ذرعا لما 8 مرات زار مكوكية الوزير الخارجية. أمريكا متضايقة
امريكا عايزه الحرب تنتهي باي شكل. في فعلا خلاف بين القياده والله انا اشك قوي ان امريكا متضايقه، خلينا نقول الحق يعني امريكا متضايقه، ده كلام تصريحات، لكن الواقع يقول لو هي متضايقه تتوقف، هي متضايقه تعمل فيتو، هي متضايقه توقف اطلاق النار يعني. حضرتك كلامك صح، عارفه لعبه الاستغمايه؟ ايوه بالظبط بالظبط، فكل شويه بالظبط يقول له لا لسه، حقيقي وعدوا من حقيقي. الاول انها قبل ويكس، حقيقي 8 شهور. للاسف الشديد هو بيبتز امريكا، بنيامين نتنياهو بيبتز امريكا اعتقادا منه ان امريكا في اضعف ظروفها وان بايدن في اضعف ظروفه، وامريكا تدلل اسرائيل ونفضل احنا بين التدليل والابتزاز. يعني الواقع الناس الحقيقه بقت فاهمه ما يحدث. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد محارم، محلل سياسي من نيويورك.